اهلا بيكم شباب الفرقه الرابعه تجاره انجليش جامعه حلوان. اتكلمنا المره اللي فاتت في المحاضره الثانيه، دي المحاضره الثالثه في الاكاونتنج فور فاينانشال انستتيوشنز. اتكلمنا عن التايبس اوف البنك اكاونتس، وشفنا ازاي بنقدر نعمل اكاونتنج تريتمنت للكرنت اكاونت، كريدت كرنت اكاونت فور كاستمرز، والسيفنج اكاونت، والتايم ديبوزيت اكاونت. تمام، وجينا قلنا ان طريقة الايداع ممكن تكون عن طريق كاش ديبوزيت زي ما شفنا قبل كده. هنتكلم النهاردة عن لو حد عمل لي ديبوزيت عن طريق تشيكس، يعني انا رحت اودعت تشيك في البنك والبنك عمل لي كولكشن. طبعا ازاي بقى البنوك عند بعضها بتعمل كليرنج للشيكات، ومش طبيعي ان انا مثلا اقدم شيكات على البنك الاهلي والبنك السي اي بي عايز منه شيكات، صح؟ فبنعمل حاجه اسمها ايه، كليرنج في الكليرنج هاوس. ده اخر جزء او اخر شابتر هنتكلم عليه، يعني مش دلوقتي خالص. احنا بنشوف المعامله ان انا دلوقتي رحت سلمت البنك تشيك. بس قبل ما اتكلم في الموضوع ده هعمل ريفيو على اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، علشان في اجزاء بس في ما كانتش واضحه في التصوير المره اللي فاتت، في تصوير المحاضره يعني. فركزوا معايا كده، الموضوع سهل جدا وبسيط. لما اجي دلوقتي اقول يا شباب ان انا عندي انواع الحسابات، قلنا دي البالانس شيت بتاعت البنك، هنا بيبقى فيه طبعا الاسيتس، وهنا الليابيليتيز. طيب جينا قلنا ان الفرق ما بين الفاينانشال بوزيشن او البالانس شيت بتاعت البنك ان الاسيتس فيها بيبقى موست ايه، موست ليكويد. وطبعا احنا ان شاء الله مع خلال الترم هنشوف الفاينانشال ستيتمنتس بتاعت البنوك، وهنتفرج ازاي بنعمل طبقا للمعايير المصريه ازاي بنعمل بريباريشن للفاينانشال ستيتمنت بتاعت البنك، وهنشوف كمان التداول بتاع البنك في البورصه، وان شاء الله هنشوف حاجات كتيره قوي تفيدنا باذن الله الترم ده. فهنا الاسيتس اللي هي تبقى عباره عن ايه، لونز والريسيفبل اللي هي بتبقى كاش، اللي هي بتبقى مينلي لونز، بس دي لون بتاعه البنك. وهنتكلم على اللايبيليتيز، وقلنا ان الفلوس بتاعه الكاستمرز اللي عند البنك تعتبر لايبيليتي لان دي مش فلوس البنك، اللي اتكلمنا المره اللي فاتت عنها اللي هي ايه يا شباب، الكرنت اكاونت، الكريدت كرنت اكاونت كاستمر، والسيفنج اكاونت، والتايم ديبوزيت اكاونت. تايم ديبوزيت اكاونت او سيرتيفيكت اوف ديبوزيتس اللي هي الشهادات والايه والودائع. طيب وجينا قلنا المره اللي فاتت، طيب حساب الكريدت كارنت اكاونت لو انا فتحت حساب الترانزاكشنز ازاي هتتم في البنك. طبعا احنا مين اللي مش بنتكلم اوبريشن بتاع بنك، احنا بنتكلم اكاونتنج، اتفقنا؟ سيفنج اكاونت وتايم ديبوزيت اكاونت. طبعا الاوبريشنز بقى بتاعت البنك وازاي بتتم والقصه دي كلها، المعهد المصرفي بيعمل منحة بالاتفاق مع الجامعة، ففي منكم ناس راحت وفي منكم ناس ممكن تقدم. ده بيشرح لك بقى الاوبريشنز بقى جوه بتاعت البنك بتتم ازاي بالظبط، انواع الخدمات، كل قصة. احنا مين اللي بنتكلم اكاونتنج، تمام؟ طيب لو انا دلوقتي رحت عملت كاش ديبوزيت في البنك in my credit current account، الانتري هيبقى ايه؟ ده دايما الديبت كريدت، تمام؟ كاش ديبوزيت، الكاش مع البنك هيزيد، رحت عملت كاش ديبوزيت مثلا ب 50 و فلوسي في البنك هتزيد، فلوسي في البنك دي تعتبر liability على البنك، فبنقول ايه؟ بنقول credit current account، انا بتكلم على credit current account الاول. طيب لو عملت خلينا نقول withdrawal، سحبت، خلاص ايه المشكلة؟ كاش هيقل والعميل حسابه هيقل، يبقى credit current account
الخط بقى معلش عشان انا بكتب على الباد دي، فهو ده الايه الخط بيبقى بالشكل ده معلش يعني، فبس يعني احسن افضل بكتير من المرة اللي فاتت. طيب وسحبت كاش. طيب لو عملت ترانسفير من حساب لحساب، ترانسفير من حساب لحساب، هحول مثلا 2000 من حساب عميل اكس لحساب عميل واي، يبقى عميل اكس حسابه بيقل عميل واي حسابه بيزيد صح؟ يبقى من كريدت كارنت اكاونت اكس لكريدت كارنت اكاونت واي اي سي اكاونت تمام؟ ليه؟ لان حساب عميل اكس هو اللي بيقل وحساب عميل واي هو اللي بيزيد. طيب لو جيت قلت لك ده بالنسبة للكاش ديبوزيت، انا لسه ما اتكلمتش على التشيكس ديبوزيت ثرو تشيكس. لو جيت قلت لك الانترست بتاعت البنك، ركزوا في الحتة دي علشان يعني بعضكم بيتلخبط. اولا الانترست بتاعت البنك حاجة من الاتنين، يا انترست البنك هيدفعها فتعتبر انترست اكسبنس، يا انترست للبنك البنك مدي قروض فتعتبر انترست ريفينيو. فالانترست اكسبنس بنسميها ديبت انترست، الانترست ريفينيو بنسميها كريدت انترست. اتفقنا؟ طيب دلوقتي انا عندي سيفنج اكاونت او تايم ديبوزيت اكاونت، يبقى البنك هيدفع لي انا فايده، يبقى دي بالنسبه للبنك ايه؟ ديبت انترست على البنك. طيب جيت قلت للبنك انا نازل لي فوائد 500 ايه باوند، قلت له يا بنك الديبت انترست حطها لي او اعمل لي بيها ايداع ان ماي كريدت اكاونت، يبقى بنقول ايه؟ كريدت كارنت اكاونت. ممكن اقول له حطها لي سيفنج، ممكن اقول له حطها لي تايم ديبوزيت، ما علينا، المهم ان هي كديبت انترست ويل بي ريكوردد از ان اكسبنس في الايه في الديبت سايد. تمام. خدنا نفس الكلام بالنسبه لل سيفنج اكاونت وبالنسبه للتايم ديبوزيت. فخليني اشوف بقى، مش احنا بنتكلم على الكرنت اكاونت، خلينا نكمل الكرنت اكاونت. طيب هنكمل ايه في الكرنت اكاونت؟ هنكمل ان انا هعمل ديبوزيت ثرو تشيكس. يعني انا دلوقتي هروح اعمل ديبوزيت ثرو تشيكس اهو. طيب احمد وعمر عملاء لنفس البنك، فاحمد عايز فلوس من عمر، فعمر قام مديله تشيك. طيب الكولكشن بروسيس دي مختلفة دلوقتي، يبقى احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على الديبوزيت ان الكرنت اكاونت بس باي ايه يا شباب؟ باي تشيك. يبقى تشيك ديبوزيت. هنا بتكلم عن حالة اسمها ايه؟ سيم بانك. يعني لو الاتنين عملاء لنفس البنك. بص بقى، في تشيك ب10000 هيروح للبنك عشان يتصرف. ف احمد خد التشيك اللي عمر مديهوله وراح للبنك قال له اتفضل 10000 جنيه انا عايزهم من العميل ده. اولا احنا حساب عمر هيغطي او مش هيغطي، لازم مش دي شيكات تحت التحصيل، فالبنك بيعمل بروسيس معينه كده. البنك لما بيستلم اسيت او اي حاجة مش بتاعته لازم يسجل جورنال انتري يثبت فيه ان هو عمل ريسيفنج لسيرتن مثلا تشيك او واتيفر، والتشيك ده نوت بيلونج للبنك. فبيسجل البنك بيسجل حاجة اسمها كونترا اكاونت. يعني ايه كونترا اكاونت؟ يعني تمبرري اكاونت، حساب مؤقت كده بنفتحه لاثبات حاله معينه وبيتقفل تاني، اللي هو اثبت فيه حاجه معينه. ايه هي الحاجه اللي احنا عايزين نثبتها؟ احنا عايزين نثبت ان احنا وي ريسيفد ا تشيك، والتشيك ده مش بتاعنا، ده بتاع العميل. فلما اجي اقول التشيك ده بقى معايا فبقول تشيك فور كولكشن، يعني ان الشيكات دي تحت التحصيل وبتتسجل في الديبت لان التشيك اذا اسيت، بس في نفس الوقت ده مش اسيت بتاع البنك، يبقى بقوم مسجله بنفس الاماونت
في الكريدت سايد بقول برضو checks for collection، بس checks for collection دي بتاعت مين؟ بتاعت الكاستمرز، عشان كده الكاستمر will be recorded في الكريدت as a liability. طب بعمل بسجل كونترا اكاونت ليه؟ بسجل كونترا اكاونت علشان اثبت ان البنك استلم حاجه مش بتاعته، فبنيجي نقول ايه؟ checks for collection، checks for collection customer. طيب وبعدين سحبنا الفلوس من حساب عمر وعملنا ايداع على حساب احمد خلاص علشان العميل الرصيد بتاعه يغطي الاماونت، فبنقول خلاص يبقى من credit current account مين اللي حسابه هيقل؟ احمد سوري عمر بال 10,000 ايجيبشن باوند. وهنعمل الكاش ديبوزيت ده بقى ايه؟ او الديبوزيت ده لحساب مين؟ لحساب احمد، يبقى credit current account لمين؟ لاحمد. يبقى احنا كده عملنا ايداع من حساب عمر لحساب احمد. طيب يا كاستمر، احنا كبنك عملنا كولكشن للاماونت اوف التشيك، تمام، يبقى ده معناه ان انت مش عايز مننا تشيك ولا لسه علينا لايبيليتي في صوره تشيك، صح؟ يبقى بنعمل ايه بقى؟ بنعمل حاجه اسمها ايه؟ كانسل للكونترا اكاونت. ليه بنكنسل الكونترا اكاونت؟ علشان الشيك اتحصل فهو مش لايبيليتي على البنك خلاص، ولا مع البنك اساسا لان هو اتحصل خلاص، اتعمل له تحصيل. يبقى شايف ده بن ايه؟ بنكنسل في الاكاونتنج، الدبت بنجيبه كريدت والكريدت بنجيبه دبت. يبقى هنقول ايه؟ checks for collection customer علشان التشيك كولكتد خلاص، وهنا ايه؟ checks for collection. طيب واحد هيقول لي لو التشيك عمر ما كانش عنده حساب، خلاص يبقى الانتري ده مش موجود صح، وخدنا التشيك كشفنا على حساب عمر نرد التشيك خلاص not collected. طب لو البنك اخد 10 جنيه كولكشن كوميشن من الحساب، يبقى بنيجي نقول يلا قولوا لي هعمل ايه. هناخد من هنا احمد هيبقى نزل له 9990 وفي 10 جنيه بنكتبها في الكريدت كولكشن كوميشن. ليه في الكريدت؟ عشان دي ريفينيو للبنك، ما هو البنك مش هيقدم الخدمه دي فور ايه؟ فور فري. يبقى ده لو انا بعمل ديبوزيت فين يا شباب؟ بعمل ديبوزيت في الكرنت اكاونت ثرو ايه؟ تشيكس. تمام؟ طيب لو انا جيت دلوقتي قلت في اي حاجه مش واضحه في الموضوع ده ممكن نبقى نكرره تاني. تعالوا نشوف اكزامبل، موضوع بسيط قوي. ايشور ده اللي اصدر الشيك، بنفيشيري المستفيد اللي هو هنا احمد في الايه؟ في السيتويشن بتاعتنا. وبعدين بنعمل كلوزنج للكونترا ايه؟ اكاونت. طيب بصوا احنا اتفقنا كل حاجه زي ما هي، يعني كل حاجه اخدناها ما فيش فيها اي تغيير. طيب هتقول لي طب افرض احمد وعمر not customers for the same bank، يعني ده عميل في بنك وده عميل في بنك تاني. طيب موضوع سهل جدا، موضوع سهل جدا. بصوا معايا، يبقى انا هنا بتكلم على التشيك ديبوزيت that will be drawn on other banks. خلي بالك ان البنوك كلها عندها حسابات عند بعض، يعني ده عنده حساب عند ده وده عنده حساب عند ده، اكيد صح كده. فاي بنك تاني بنسميه correspondent. بنك الاهلي هيتعامل مع بنك مثلا سي اي بي، سي اي بي بالنسبه له is a correspondent bank. فاحمد في بنك وعمر في بنك تاني خالص، احنا الكيس اللي فاتت ان هما كاستمرز فور ذا سيم بانك، خلاص مفيش مشكله خالص. فاحمد خد الشيك وراح للبنك بتاعه قدم له شيك قال له اتفضل.
طبعا دي غير الحالة اللي هي هسحب فيها، هاخد الشيك واسحبه دايركتلي من البنك يعني، ده ما دي فيهاش مشكلة على الشباك يعني، خلاص في حساب العميل الدايركت بيقل، وباخد انا الكاش اللي هو ايه، يبقى كارنت اكاونت كاستمر وايه وكاش اللي انا كبنك اديته للعميل اللي ايه المستفيد بالشيك. احنا هنا بنتكلم عن ان انت هتدي الشيك للبنك، هو اللي يعمل لك عملية الايه، يتولى عملية التحصيل وبياخد منك كوميشن يعني. اتفقنا؟ طيب المهم، فالبنك بتاع احمد اخد الشيك، فبيقول البنك ان انا اخدت شيك مش بتاعي، فبكتب checks for collection، والchecks for collection دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الكاستمر. طيب وبعدين البنك بيبعت الشيك للتحصيل من البنك التاني، صح كده؟ فنفس الاماونت التشيك ما بقتش مع البنك، التشيك ده بقى مع مين؟ بقى مع الكورسبوندنت. فبنقول بنعمل كونترا اكاونت تاني، نقول فيه ايه، تشيكس تو بي كولكتد، بقت مع مين التشيكس دي؟ بقت مع الكورسبوندنت، فبكتبها كانها ايه، ريسيفبل من الكورسبوندنت، والتشيك ما بقاش عندي، فالتشيك از ان اسيت بيزيد ديبت ويقل كريدت، فبقول ايه، تشيكس تو بي كولكتد. يبقى انا كده بالكونترا، بالتو كونترا اكاونتس دول اثبتت ايه؟ اثبتت ان البنك اخد تشيك عشان يحصله وبعته للكورسبوندنت بانك عشان يتحصل، فعملنا اتنين كونترا اكاونت. البنك التاني بعت نوتيفيكيشن للبنك تفيد ب ان الاماونت هتتحصل، تمام، وهتضاف للعميل، فبعت كريدت نوت ان الاماونت ويل بي كولكتد. يلا قولوا لي اعمل ايه. يبقى احنا هنسحب من حساب الكورسبوندنت كارنت اكاونت، احنا ما نعرفش عمر بقى، احنا نعرف البنك بتاعه، فالبنك بعت لنا النوتيفيكيشن قال اسحبوا من فلوسي عندكم ال10,000 لان انا هخصمهم من حساب عمر، وحطوا الفلوس دي في حساب العميل بتاعكم، فهنسحب من العميل 9,990. انا اسف، هنعمل ايداع للعميل ب 9,990. ليه؟ هقول لك دلوقتي. يبقى هنحط في الحساب ده كريدت كارنت اكاونت بتاع مين يا شباب؟ الكاستمر 9,990، والعشرة دي هنسجلها كولكشن كوميشن، خدنا منه كولكشن كوميشن، وكولكشن كوميشن will be recorded في الكريدت as a revenue يعني، ما خدناش خلاص يبقى هنعمله ايه ده بالعشرة كلهم، تمام؟ طيب يبقى كده اثبتنا ايه؟ اثبتنا ان في تشيك راح للايه؟ للبنك التاني عشان يتحصل، فرحت سلمت التشيك للبنك، بعدين البنك بعته للبنك التاني، بعت لي كريدت نوت ان الفلوس هتتحصل، فجينا قلنا ان حساب البنك التاني هيقل وحساب العميل بتاعنا هيزيد. لو الشيك مفيش فيه حساب خلاص بنرد الشيك تاني، والبنك بقى ايه، العميل يشوف بقى التصرف القانوني اللي هياخده ايه. طيب مش احنا حصلنا للعميل الشيك؟ يبقى هل احنا لسه معانا تشيك؟ لا. هل في تشيك مع البنك التاني؟ لا. يبقى لازم التو كونترا اكاونت دول نعمل لهم ايه، كانسل للكونترا اكاونتس. طيب كانسل للكونترا اكاونتس ازاي؟ يلا قولوا لي. هنيجي نقول التشيكس فور كولكشن كاستمر ديبت، تشيكس فور كولكشن، طب في كونترا اكاونت تاني؟ اه طبعا، تشيكس تو بي كولكتد، تشيكس تو بي كولكتد كورسبوندنت. يبقى احنا لغينا التو كونترا ايه، التو كونترا اكاونتس اللي احنا عملناهم. ليه لغيناهم؟ لان دي حاجه بس بتتعمل temporary يعني، حاجه مؤقته to prove ان في حاجه ايه مش بتاعتنا، تمام.
طيب فدي الانتريز موجوده هنا ايه ان ديتيلز زي ما احنا شرحناه، وهنزل لكم اللي انا بكتبه ده في PDF كاني يعني كانكم معاكم الهاند اوت بالظبط، مفيش في اي مشكله. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كل الحالات بتاعت، يلا قولوا لي كل الحالات بتاعت ايه؟ اتكلمنا عن كل الحالات بتاعت الكرنت اكاونت ديبوزيت. نراجع مع بعض بقى السيفنج تاني والتايم ديبوزيت برضه عشان الناس اللي ما كانتش اوير، بس نشوف المسألة دي. بصوا معايا، Arab bank transactions during January 31st 2020 32,000 deposit in current account of which 12,000 cash 10,000 checks for another customer at the same bank. عملنا deposit 10,000 cash و 12,000 checks drawn on other bank on the same bank. يلا اعمل ايه؟ عملنا deposit، يبقى هنيجي ال 12,000 كاش ديبوزيت كاش، وهنا ايه كريدت كارنت اكاونت كاستمر 12,000. طب الديبوزيت ال 10,000 تشيكس درون اون اذر بانك دي 22,000 معلش، تمام. يلا 10,000 checks drawn on other bank، يعني هنا في لخبطه مش مشكله في الارقام. قولوا لي بقى لو هنسحب تشيك، عملنا ايداع بتشيك drawn on the same bank، ايه اللي هيتم؟ اولا هنروح نسلم التشيك للبنك، يبقى هنا نقول ايه checks for collection، بس التشيكس دي بتاعت العميل، فبنقول checks for collection customer، وقال لي ان درون يعني عملت الايداع خلاص، فبنقول ايه تمام كريدت كارنت اكاونت الايشور هو اللي حسابه هيقل، ومين اللي هيزيد البينيفيشري، يبقى كريدت كارنت اكاونت بينيفيشري هو اللي هيزيد. اوعى تنسى تقفل الكونترا اكاونت لان الايه التشيك اتحصل خلاص، فبنقول ايه checks for collection customer checks for collection على اساس ان التشيك ايه اتحصل يا شباب. طيب withdrawal from credit current account by checks، withdrawal ده by check او cash، انت كده كده ايه سحبت صح، فبنقول ايه credit current account customer سحبت كاش كام 30,000. هي دي الحتة اللي بقول لكم لو العميل خد الشيك وراح سحبه على الشباك على طول. طيب شباك البنك يعني مش شباك بيتكو اكيد. طيب بصوا معي transfer between current account by checks transfer، اي transfer هو ايه هو داخلي صح كده، ف عندي ترانسفير ب 15,000 من حساب لحساب، يبقى من ترانسفيرر للترانسفيري بنقول ايه كريدت كارنت اكاونت، الترانسفيرر هو اللي هيقل، الترانسفيري هو اللي حسابه هيزيد كريدت كارنت اكاونت. طيب رقم نمبر 4 بيقول لي interest on time deposit 5000 will be added لل credit current account. طالما interest على البنك will be added يبقى ده معناه ان دي interest expense صح كده، عشان لما نيجي نعمل بعد كده الانكم ستيتمنتس، فبنقول ايه debit interest و credit current account تمام. طيب بعد كده دي لسه ما اخدناش. طيب بعد كده بصوا ده تي اكاونت، عشان بس وانتوا ايه لما تلاقوا في البي دي اف
حاجه ما تتلخبطوش. هنا كريدت كارنت اكاونت، احنا بنجيب البالانس. طبعا كريدت كارنت اكاونت هو لايبيليتي، فالبيجيننج بالانس بتاعه في الكريدت، ده الديبت وده الكريدت. علشان البنك يحدد كل اخر اكاونتنج بيريد عليه حسابات جاريه قد ايه، صح، او الناس عامله ايداعات بقد ايه. طبعا الكلام ده كله يعني كمبيوترايزد اكيد وشيتس والكلام ده، بس مين اللي بيعمل، سواء ساب بقى اوراكل او اي سيستم بيطبقه اي بنك، هتشوف الكلام ده. بس طب هو مين اللي بيعمل السيستم، مين اللي هيبقى عارف الكلام ده مثلا؟ فهنا بيجيننج بالانس بيزيد هنا في الكريدت، انا كاتب اي ارقام تمام، وبيقل في الدبت. عشان ما تتلخبطش هتلاقي الاندنج بالانس بالشكل ده، هنا 50 60 80 ناقص 20، يبقى الاندنج بالانس ايه 60. هتلاقي كاتب ايه هنا 60,000، بس انت عارف يعني عشان التوتال يبقى قد بعض. دي الطريقه الايه المص. عايز تعمل التي اكاونت زي بنعمله عادي، مفيش فيه مشكله، والبالانس ده والبي ترانسفيرد لان ده ايه اندنج بالانس، هيترحل الايه، تبقى عارف البالانسز دي طبعا تي اكاونت يعني سنه اولى يعني، علشان لما تلاقوا في المسائل محلوله بالطريقه دي تبقى عارف ان الايه البالانسز هتبقى معموله بالطريقه دي. هنا كان في الكريدت كارنت اكاونت، احنا لسه ما اتكلمناش عن الديبت كارنت اكاونت، وعشان البالانس شيت تبقى عارف ايه اللي هيتحط فيها. تمام، تعالوا نريفيو كده مع بعض السيفنج والتايم ديبوزيت كمان بالمره، عشان يبقى راجعنا كمان المحاضره اللي ايه اللي فاتت. يبقى احنا كده خدنا الكريدت كارنت اكاونت كله بالايداعات الشيك، سواء درون اون ذا سيم بانك او ديفرنت بانكس. هنتكلم عن السيفنج اكاونت. السيفنج اكاونت اتفقنا ان ايه الفرق ما بينه وما بين الكرنت اكاونت. الفرق ان انا هنا باخد فوائد بس بلو انترست ريت، علشان برضو اقدر اسحب فلوسي اي وقت. فلما هيجي هعمل ديبوزيت بقول كاش وسيفنج اكاونت. طب لو سحبت من السيفنج اكاونت سحبت فلوسي، يبقى سيفنج اكاونت وكاش. طب لو عملت ترانسفير، بصوا الترانسفير دي انت فهمت خلاص، فسهله جدا. اجي اقول لك هعمل ترانسفير من كريدت كرنت اكاونت تو سيفنج، او من سيفنج للكريدت، او من عميل لعميل، او خلاص ما انت عارف الديبت كريدت، عارف ايه اللي بيزيد وايه اللي بيقل، فما فيهاش اي مشكله يعني. الانترست اسمها ديبت انترست لان دي للعميل على البنك، فهعمل لها ايداع في السيفنج خلاص. طيب تايم ديبوزيت نفس الكلام، بس الفرق التايم ديبوزيت او سيرتيفيكتس اوف ديبوزيتس ان الانترست اللي عليها بتبقى عاليه، لان انت ما بتقدرش تسحب فلوسك اي وقت، ولو سحبت فلوسك بتخسر الفوائد، صح؟ يجي لو تسمع مصطلح يجي يقول لك ايه، انا هكسر الوديعه، خلاص انا عايز فلوسي مش عايز الفايده، هعمل ايه؟ تمام. طيب فهاجي اقول التايم ديبوزيت، هاجي اعمل ايداع في التايم ديبوزيت كاش تايم ديبوزيت، نفس الكلام الترانسفير، نفس الكلام الويزدرول. بس انت هنا في اخر نهايه المده بتاعت الوديعه بتسحب الوديعه زائد الفوائد. طبعا الفوائد دي ليك كعميل وعلى البنك، فاسمها دابت ايه دابت انترست. جيت قلت ال 11,000 دول يا بنك اعمل لي بيهم ايداع في الكرنت اكاونت، اعمل لي بيهم ايداع في السيفنج، اعمل لي وديعه جديده بالتوتال اماونت، يبقى تايم ديبوزيت عادي جدا مفيش اي مشاكل. طيب هنزل لكم البي دي اف ده، وبعدين هتحلوا او هتذاكروا، يعني ذاكروا بس خلينا نحل لما نكمل الموضوع كله. الموضوع كله فاضل حاجه بسيطه جدا وابتدي احل معاكم. فاضل حاجه اسمها الديبت كارنت اكاونت، دي انا لسه ما شرحتهاش. ديبت كارنت احنا خدنا الكريدت بس، اكاونت او الاو اسمها بنسميها اوفر درافت. عايزكم بقى ايه ان شاء الله للمره الجايه، عايزكم تعملوا لي وركينج بيبر يعني ريسيرش عن الديفلوبمنت اوف بانكينج systems in Egypt، وتقرا لي عن الاوفر درافت. يعني انا هاجي المره الجايه
انا اللي ايه، انتوا اللي تقولوا لي هو ايه الاوفر درافت ده عبارة عن ايه، وتذاكر لي المحاضرة بس ايه اللي احنا اخدناه يعني. تمام، احنا اتفقت معاكم ان كل المحاضرات هتبقى ريكوردد بالشكل ده، هحل معاكم بنفس الطريقة يعني، انت فاتح الماتيريال وبحل معاك واحدة واحدة، بحيث ان انت يعني تبقى مقفل كل حاجة اول باول يعني، مش ان شاء الله مش هيكون عندنا اي مشاكل. تمام، بس يبقى احنا كده اتكلمنا على التايبس اوف اكاونتس. عايزك تعمل لي الاثنين وركينج بيبر دول، ورجاء بقى مش عايز اقول على حاجه تتعمل وما تتعملش، اعمل لي بس اقرا لي علشان تبقى ايه، نبقى يعني مكملين بعض. انت بتقرا بتفتح بس ايه يعني، تشوف الدنيا، بتفتح المواضيع، نشوف القصه ماشيه ازاي. وبس يعني الموضوع ان شاء الله هيكون يعني سهل جدا باذن الله. بس خلينا نتفق بقى ان احنا نخلص اول باول كده، ستيب باي ستيب. اتفقنا؟ كل المحاضرات هبقى مسجلها لك، يعني عندنا مثلا 12 محاضره، هيبقى عندك 12 محاضره. تمام؟ ليه كده افضل؟ علشان بس تبقى اوير معايا، تبقى حد عنده مشاكل، حد وات ايفر، يبقى انت كده عندك محاضراتك كامله بمنهجك كامل، بكل حاجة. تمام، ربنا معاكم إن شاء الله وبالتوفيق، وأشوفكم بإذن الله على خير. يلا مع السلامة.